مساء الخير. مثل ما شايفين الطبيعة وراي الخريف والطقس كتير حلو، فقلت ليه ما بدي صور فيديو برا ونغير شوي جو. طبعا فيديو اليوم هو عبارة عن معلومات نفسية مستوحاة من مراجع ومن كتب، وأهم كتاب فن الإغواء لروبرت جرين. كتير بيوصلني كيف بشغل بال الشخص اللي بحبه وكيف بخليه يفكر فيي دايما. هيدا السؤال كتير يتكرر، واليوم سوف أجيب عليه بخطوات قد تعتبر لئيمة وشريرة، ولكن ما تستعملها إلا بالضرورة، وما تستعملها إلا لما تحس أنه أنت تتعرض لابتزاز أو استغلال معين. بالمناسبة هيدا الفيديو اليوم هو أول فيديو عم صوره بكاميرا التليفون الجديد. هن بالحقيقة ثلاث خطوات وثلاث عناصر أساسية من أجل إغواء أي شخص وإنك تشغله باله وتخليه يفكر فيك 24/24 ساعة. أول خطوة هي الانتظار. لما تخلي الشخص ينتظرك وتأجل الموعد، أو خلينا نقول تعطيه موعد معين، سواء موعد لقاء أو موعد لتتصل فيه، أو توعده أنك بدك تحقق له رغبة معينة أو أي شيء هو بحبه وتخليه ينطر وترجع من بعدها تأجل الموعد، فهيدي أكتر شغلة بتخلي الشخص يحترق ويفكر فيك دايما. ليه؟ بكل بساطة لأن كما يقول روبرت جرين بكتاب فن الإغواء، إنه حالة الانتظار بتجعل الضحية في حالة من الخضوع والعبودية التامة للشخص اللي عطيها الوعد. يعني أنا سبق وذكرت أنت إذا بتعطي موعد لشخص وبترجع بتأجله بتقله والله سوري جد علي شغل، أو بعتذر ما حقدر إجي، كل هيدي الأمور بتخليه يحترق على شرط، مش دايما ومش على طول. طبعا في أوقات لازم تلتزم بالموعد وتروح على الموعد بالطريقة الصادقة اللي أنت وعدته فيها للشخص، ولكن أحيانا لازم أنك تعطي وعود مؤجلة، لأنه الشخص الذي لديه القدرة على تأجيل الإشباع أو تأجيل الرغبة، وهيدي أكتر شغلة بتخليك تتصيد الشخص سواء كان رجل أو امرأة. تاني شغلة هي حالة التناقض، أو خلينا نقول بتخلي الشخص يحس بنوع من الشكوك تجاه شخصيتك، يعني ما عم يفهمك أو ما عم يفهم شو هي الشخصية الحقيقية أو الأسلوب الحقيقي اللي أنت عم بتعامله فيه. كيف يعني؟ يعني أستعمل عبارات وألفاظ تحمل التناقض بين اللطف والرومانسية والنعومة والحب والحنان، وأحياناً أخرى أستعمل عبارات فيها نوع من القسوة والتمرد والغرور. يعني هيدي الحالة بين التجاذب الوجداني بين الكلام الجميل والكلام اللي هو حابب يسمعه، وأحياناً أخرى يمكن تاني يوم مباشرة استعمل معك ألفاظ قاسية نوعاً ما، أو مستفزة، أو ما بتحمل بطياتها الحب والحنان، أو بعرف إنك بتكره هيدي الكلمات، فهون هيدا الشخص رح يحس بنوع من التناقض ومش رح يعرف شو شخصيتك الحقيقية أو شو هي الرسالة الحقيقية اللي بدك توجه له إياها. النقطة الثالثة والأخيرة، أعرف كيف تختار هذا الشخص، وأعرف كيف تخلق له الحاجة والرغبة والشعور بالنقص. ليه؟ لأنه بكل بساطة الشخص الذي يشعر بنوع من الاكتفاء الذاتي واللي راضي عن نفسه واللي حياته ممتلئة وكاملة، فأنت شو ما هتعمل ما هتقدر تسيطر عليه أو تشغله باله 24/24 ساعة. وغالبا هؤلاء الأشخاص بيكونوا متمكنين من العلوم النفسية وبيكون لديهم ذكاء عاطفي كتير كبير، وهيدي النقطة مهمة لإلك أنت إذا بتحس حالك دايما ضحية لسيطرة الآخرين ودائما تتعلق بالأشخاص زيادة عن اللزوم، بتحس حالك مستعبد لعواطفك وتنساق خلف مشاعر مبالغ بها نحو الأشخاص، فهيدا دليل أنك بحاجة لتنمية ذكائك العاطفي. كيف بتنمي الذكاء العاطفي؟ عبر أنك تملأ حياتك بعلوم نفسية وخلينا نقول محاضرات إضافة، أنه أصلاً وقتك يكون مشغول طوال الوقت، يعني ما يكون عندك وقت فراغ
للانعزال، او خلينا نقول مش الانعزال بمعنى، لا بالعكس، العزلة اذا كنا عم نستعملها بطريقة ايجابية فهي كتير مفيدة وكتير بتطورنا. العزلة هي بمعنى انك بتحس انك شخص منبوذ وغير مرغوب، هيدي اكتر شغلة ما بتخليك تشغل بال اي شخص، فانك تشتغل على تطوير نفسك لتصير اكتر جاذبية، اما بتطوير شكلك الخارجي او بتطوير ثقافتك وعلمك وعملك وحياتك المادية. بدك تشتغل قد ما فيك للاكتفاء او تحقق هيدا الاكتفاء بنفسك لما تخلي الاشخاص الاخرين ياثروا عليك. واذا انت كنت عم بتحاول تغوي هذا الشخص ولديه اكتفاء ذاتي واشباع ذاتي، فكتير صعب انه هيدي الخطوات ينطبقوا عليه. فاخر نقطه هي ان تخلق لديه الحاجه او النقص من خلال الكلام والايحاء، يعني بتشتغل على نقاط ضعفه او على الاشياء اللي هي بتنقصه، بتحسسه انك الشخص اللي رح تحقق له هيدا النقص واللي رح تحقق له هيدي الرغبات. طبعا بنهاية الفيديو خبروني اذا الديكور الجديد عجبكن. انا بشوفكن بفيديو تاني، ما تنسوا انكم تشتركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس، تعملوا لايك. انا بشوفكن بفيديو تاني والى اللقاء.